نناشد معالي الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه، الاستاذ الدكتور محمد ضاحي وكيل اول وزاره الصحه، رئيس هيئه التامين الصحي، التدخل العاجل لتوفير الجهاز اللازم لعلاج حاله ملك محمد علي. واسمحونا ان شاء الله ان احنا بعد الهوى نبعث لكم التقارير الطبيه، وانا واثق ان معالي الوزير والدكتور محمد ضاحي لن يترددوا في حل هذه المشكله ان شاء الله. احنا كبرنامج حناشد الوزاره، وان شاء الله باذن الله نتمنى ان يكون في علاج ومردود سريع ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. والف سلام عليها، وربنا يطمنك عليها ان شاء الله باذن الله. واحنا هنتابع مع حضراتكم، واول ما يجينا رد من الوزاره وبرضه هنبعت لهم رقم تليفون حضرتك عشان يتواصلوا معك ان شاء الله. وانا واثق ان شاء الله ان هيكون في رد فعل ايجابي سريع ان شاء الله باذن الله. يا ملك سلامتك، نفسك في ايه حبيبتي؟ نفسي اخف. نفسي اتخف والله. ان شاء الله تخف يا بنتي، تقومي بالسلامه وتبقي زي الفل ان شاء الله. نفسي والله يا دكتور ايديها دي تثبت. نفسي ايديها تثبت يا دكتور عمرو. والله انا تعبت والله، قسما بالله انا مش عايز اقول لحضرتك انا ايه اللي بيحصل لي. ما بعرفش اشتغل بسببها، وحياه رب الكعبه بنتي دي ما بتحبش تطلع الشارع بسبب الناس. انا مش عارف اعمل ايه، ولجأت لكذا حد، وفي ناس ولاد ولاد يعني بيساعدوني. انت هنا محتاجه دكتور تاني بقى للناس. وعايزين حد نفسي كويس يتابع مع البنت. والله عملت لها جلسات على المخ، قسما بالله العظيم البنت كانت بتخرج من الجلسه بنتي بتنسى، مش داريه بحاجه، وبتقعد بالشهر وبالشهرين ما بتتكلمش، قسما بالله ما بتتكلم. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. احنا عملنا نداء، وان شاء الله كمان هنطلب توفير علاج نفسي من خلال قبل وزاره الصحه والتامين الصحي ان شاء الله. الف سلام عليها، وان شاء الله هنتابع مع حضراتكم، مش هنسيب الحاله لغايه ما تقوم بالسلامه ونطمن عليها ان شاء الله باذن الله. واملنا كبير ان الوزاره تستجيب بسرعه لعلاج حاله ملك محمد علي. اشكركم جدا، نطلع الفاصل ونواصل واحد من الناس.